السلام عليكم. اتفاق إيراني عراقي على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان وإغلاق مقراتها. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يوم الاثنين إن بلاده اتفقت مع العراق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان وإغلاق مقراتها العسكرية. وأضاف كنعاني أن الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق بحلول سبتمبر وإخراجهم من الثكنات العسكرية التي أنشأوها ونقلهم إلى معسكرات يختارها العراق، مشيرا إلى أنه إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده فسنقوم بمسؤوليتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق. وأوضح أن الحكومة العراقية أبلغت سلطات كردستان العراق بمضمون الاتفاق الواجب تنفيذه، ولن يتم تمديد التاريخ الذي ينتهي في 19 سبتمبر بأي شكل من الأشكال. وأضاف كنعاني أنه تم طرح هذه المسألة خلال المحادثات مع السلطات العراقية، مجددا على أن العلاقة بين إيران والعراق ودية تماما وتقوم على حسن الجوار. ونوه إلى أن مسألة تواجد القوى الإرهابية في إقليم كردستان تشكل نقطة سوداء في العلاقة الثنائية، معربا عن أمل إيران أن يتم القضاء على هذه النقطة السوداء لأن الأمن مهم بالنسبة لها. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.